لقطة من حتة أنا الملكة. أنا الملكة. اللي هو أنا كان الحاجات العروض اللي جات لي بعد كده كلها قريبة من صفصف، لكن حاولت بقدر الإمكان أني أبعد، فالشخصية دي بعيدة تماما عن صفصف. لا، اللي اختار الاسم هو الإنتاج والتوزيع مش أنا، بس طبعا رحبت لانه عزيز على قلبي، وكفايه ان انا في اي بلد في الوطن العربي يا ملكه يا ملكه، فطبعا اكيد هحب. هي شخصيه طموحه وبتحاول تحقق احلامها، بس كل ما تيجي تعمل حاجه بتقع في مشكله. لو قلنا هلا ستي ملكه في التسامح. كلمينا بقى عن تجربه الفيلم في اكتر من مره. يعني أنا بشكرهم كلهم، وأولهم شيرين رضا وانتصار ودينا ورانيا وباسم سمرة اللي حبيبي اللي أول مرة اشتغل معاه، ومحمد رضوان، كلهم الحقيقة قبلوا إن هم ييجوا يشاركوني الفيلم يعني حبا فيا أنا كهالة، فدي حاجة تسعدني، دي أكتر حاجة بسطاني في الحكاية. لا لا لا، لازم نبعد عن صفصف. ما ينفع، عايزين لقطة من حتة أنا الملكة. أنا الملكة. بالنجمة درين حداد. مساء الخير. كلمينا عن دورك في فيلم الملكة. بصي، دوري هو ضيفة شرف. مبسوطة جدا بتواجد مع سامح، مع يوسف، مع كل التيم اللي أنا موجودة معاه بصراحة. وتجربة حلوة. بصي، أنا ما أقدرش سامح عبد العزيز يطلب مني حاجة وارفض، لأنه أنا كنت موجودة معاه أوريدي في حملة فريزر. فتجربة جميلة وأنا مبسوطة بيها. يعني دايما بنشوف لدارين اطلالات مختلفة، ودايما نلاقي ايه اطلالة جميلة لدارين. في اطلالة معينة هتبقى زهرة بيها في دورك في الفيلم؟ بصي، دوري في الفيلم مختلف جميل، ان شاء الله تحبوه، عشان هو انا اصلا حباه، معايا كلبتي كده ودور لذيذ. ان شاء الله تحبوه. انا صورت ومشيت، والله زيكم هتفرج في الفيلم معاكم، بس كتجربة كانت جميلة جدا ومبسوطة ان انا متواجدة فيها. يعني كله حلو، كل حاجه فيه حلوه، والاسماء كلها منوره، والمجموعه الحقيقه جميله، باقه روعه. يعني هاله ومعاها شيرين رضا ورانيا يوسف ودينا وباسم السمره، كلهم حبايبي واصحابي وبموت فيهم ومبسوطه بالتجمع ده. من الايام اللي فاتت كان ليك حوار مع وزيره الثقافه جانبا كده في اجازه سويرس، بتقول لها ان انت عندك افكار ثقافيه وفنيه محتاجه تقعدي تناقشي، ممكن تكلمينا عن الافكار دي؟ لا ليه؟ مش وقتها، انا جايه النهارده الفيلم هلا صدقي. طيب مش معقول. او لا، الف مبروك، فرحانه ليها جدا، ان شاء الله نجاح كبير والفيلم يكسر الدنيا باذن الله. بنشوف ده مع حضرتك المره اللي فاتت في الفنانه ليلى علوي وشيرين رضا، والنهارده على صدقي. فكلمينا دايما ان انت حضرتك بتبقى حريصه على وجودك لدعمك لاصدقائك. دي مش محتاجه كلام، انتوا شايفين وانتوا تقولوا. طبعا انا حريصه جدا على دعم صديقاتي العزيزات، وببقى فرحانه بيهم جدا، وببقى جايه من كل قلبي. يعني طبعا احنا اخوات وعشره عمر، وعلاقتنا جميله. يعني الله اكبر، الله اكبر. لا بوظت والله، ده انا زعلانه قوي، هرجع تاني. لا لا لا، بوظت بقالي شهر ونص. اتبعهم.